أدعنا منذ قليل تقرير حول احتمالية وجود مرتزقة مع الجيش الإسرائيلي، ما حاجة الجيش الإسرائيلي إلى كل ذلك؟ أهلا بكم. من الواضح للغاية بأنه مجريات الأحداث على الأرض أثبتت سقوط مجموعة من النظريات التي كان يحاول أن يزرعها بنيامين نتنياهو لدى المجتمع الإسرائيلي من أجل أن يظهر وكأنه هو ملك من ملوك إسرائيل وليس فقط موظف برتبة رئيس وزراء، بما في ذلك يعني قضية أنه من أصبح بحاجة للولايات المتحدة الأمريكية، إدارة الصراع وليس حل الصراع، أن إسرائيل قادرة على حماية نفسها وعلى حماية حتى كل يهود العالم. هذه النظريات سقطت بشكل كبير وبشكل دراماتيكي في 7 أكتوبر. رأينا إسرائيل يعني تتوسل الولايات المتحدة الأمريكية إلى يعني بعث أموال وفتح جسر جوي من أجل تمويل وإسناد حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. وبالتالي يعني أيضا مجريات الأحداث في الميدان، حالة الغرق لجنود الاحتلال في رمال قطاع غزة، يعني تؤكد من جديد أن فكرة أن تكون إسرائيل تستعين بمجموعة من المرتزقة هو يعني وارد ووارد للغاية. قامت بذلك الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، وقامت بذلك يعني في أفغانستان وفي دول أخرى، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يتبنون ذات النهج وذات الأسلوب. وبالتالي أنا لا أعتقد إنه هذا السيناريو سيناريو غير حقيقي، بل ربما يعني يكون سيناريو حقيقي. وأنا أعتقد إنه الأيام القادمة وربما سيكون يعني في حوزة المقاومة الفلسطينية مجموعة من الأسرى أو يقع في لديهم مجموعة من الأسرى في الميدان، مما سيثبت ذلك. تاريخ إسرائيل يثبت بأن إسرائيل دولة خارجة عن القانون، إسرائيل دولة يعني تستخدم كل الأساليب الغير قانونية بما في ذلك الأسلحة الغير قانونية، الأسلحة المحرمة دوليا. اليوم إسرائيل مساء اليوم قامت بالقرصنة على مجموعة من محلات الصيرفة ورجال الأعمال في فلسطين، قامت بسرقة أموالهم وقامت بالاعتداء على أملاكهم، وقامت بسرقة أيضا كما قالت بعض وسائل الإعلام ذهب ومصاغ للمواطنين. بالتالي من يقوم بتلك السلوكيات من غير المستبعد أن يستعين بالمرتزقة للتغطية على الأعداد الكبيرة والكبيرة للغاية من الجنود الذين يسقطون في المعارك. وكما تعلم حينما يكون مرتزقة إسرائيل غير معنية بذلك وغير مجبرة على البوح بهذه الخسائر. ما نراه يوميا من قبل المقاومة الفلسطينية من عمليات تبث بالصوت والصورة وتعرض أحيانا يعني بعد دقائق من حدوثها، هذا يؤكد بأنه عدد الخسائر الإسرائيلية يعني قد يكون 10 مرات أكثر مما يعلنه العدو الإسرائيلي. وبالتالي هذا يؤكد من جديد بأنه هذا الاحتمال هو احتمال مرجح ومرجح للغاية. طيب، قادة إسرائيل إن كان من الجانب السياسي أو العسكري يتحدثون على أن المعركة ما زالت طويلة وقد تستغرق شهورا. هل الظروف على الأرض عسكريا والظروف الدولية تتيح لإسرائيل أن تستمر لشهور في هذه المعركة؟ يعني من الواضح بأن الحبل المنفلت، الحبل الأمريكي والفرنسي والأوروبي، أصبح يضيق بإسرائيل. إحنا استمعنا قبل يومين أن هناك حوار حقيقي داخل الإدارة الأمريكية على يعني تقييد إمداد إسرائيل بطائرات أباتشي وغيرها من أنواع يعني الأسلحة القتالية والهجومية. ويوم أمس استمعنا بشكل واضح أن فرنسا للمرة الأولى تتحدث عن ضرورة يعني هدنة طويلة تؤدي إلى وقت كامل لإطلاق النار. أنا أعتقد أنه هناك خلاف واضح داخل معسكر الحرب في إسرائيل. هناك نتنياهو وجالانت من جهة يريدون استدامة هذه الحرب لأسباب معروفة وواضحة للغاية لدى نتنياهو. نتنياهو يعلم تماما أنه استمرار هذا الحرب يؤدي إلى استمرار وجوده في الحكم، لأنه انتهاء
يعني هذا العدوان، الضحية الأولى سيكون هو نتنياهو، الذي يعني بشكل واضح انتهى مستقبله السياسي كليا، سواء داخل الليكود أو ضمن استطلاعات الرأي التي لا تمنح الليكود أكثر من 17 إلى 18 مقعد، والعدد في كل استطلاع رأي يتقلص نتيجة الأداء السلبي للغاية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. بينما هناك وجهة نظر أخرى يعني يمثلها جانتس وإزجينوت، الذين يؤكدون ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثالثة المتمثلة بإيجاد منطقة عازلة في قطاع غزة، والقيام بعمليات يعني تسمى عمليات جراحية، بمعنى عمليات دقيقة لقادة المقاومة. أنا لا أعتقد أن إسرائيل قادرة على الاستمرار بهذا الشكل من العمليات لشهور طويلة، لكن الخطورة اليوم أن المرحلة الثالثة أيضا يعني لا تتحدث عن عودة المواطنين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، لأنه يعني معظم الأبحاث تشير أنه الإسرائيليين واللي عددهم ما يزيد عن 150 ألف إسرائيلي الذين يعني تم نزوحهم من مناطق المحيطة بقطاع غزة لن يعود قبل العام 2025. بالتالي نتنياهو وحكومة إسرائيل لن ترضى بأن يعود الفلسطيني إلى شمال قطاع غزة قبل أن يعود الإسرائيلي إلى المدن المحيطة بقطاع غزة، لأنه هذا يعني انتصار كبير وكبير للغاية للمقاومة الفلسطينية، وانتصار واضح في هذا الإطار. وبالتالي يعني أنا أعتقد أنه سواء هاي الحرب أو المناورة العسكرية التي يستخدم بها كل أنواع السلاح البري والجوي والبحري والاستخباراتي أخذت شكل آخر، لكن أنا أعتقد أنه العدوان على قطاع غزة قد ينتقل إلى شكل آخر، لكنه من غير المرجح أن ينتهي، وأعتقد أنه قد يستمر حتى مطلع العام 2025، ولكن بشكل مختلف، بشكل ضربات يعني ضربات دقيقة للمقاومة أو عمليات على صعيد ما يجري اليوم في الضفة الغربية، بمعنى قوات خاصة تقوم بعمليات تدخل وتخرج، على الرغم من أنه ساحة قطاع غزة ونوع المقاومة فيها وإمكانيات المقاومة تختلف بشكل كبير عما هو موجود في الضفة الغربية. نعم، ولكن هذا يتناقض مع الأهداف التي تحدثت عنها إسرائيل في بداية هذه المعركة. تحدثت عن 3 أهداف، ومن ثم أصبحت هذه الأهداف واقعيا 6 أهداف. تحدثوا عن عودة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، وإسرائيل لم تستطع أن يعني تنقذ سوى 5 من المحتجزين، وقامت بقتل 3 آخرين. بالتالي يعني هناك سقوط مدوي لهذا القضية. قضية تقويض حكم حماس، واليوم حماس لازالت قادرة على ضرب المستوطنات بعد ما يزيد عن 80 يوم من العدوان. وتحدثت أيضا عن توفير الأمن والأمان للمناطق المحيطة بقطاع غزة، واليوم لازال يعني 2.5% من نسبة سكان إسرائيل سواء في الشمال أو في الجنوب لا زالوا يعيشون في ملاجئ، بالتالي هي لم تحقق ذلك. ولكن هناك 3 أهداف أخرى تستخدمها إسرائيل حتى لو لم تعلن عنها. أولا تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية ومنع أي شكل من أشكال السيادة الفلسطينية، وهذا ما نشاهده يوميا من خلال استخدام طائرات الأباتشي والطائرات المسيرة في الضفة الغربية. القضية الثانية هي قضية انفلات المستوطنين وقيامهم بقتل ممنهج بشكل واضح تحت حماية الاحتلال الإسرائيلي. والقضية الثالثة التي تحاول إسرائيل هي توفير الأمان في الشمال في 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 جبهة الشمال من خلال القضاء على قوة حزب الله أو تحييدها بالشمال. القضية الثالثة لم تنجح فيها إسرائيل، لأنه هي يعني غير قادرة على فتح هاي الجبهة بالشمال، لكن هي يعني للأسف الشديد يعني تحقق إنجاز كبير فيما يتعلق بالضفة الغربية. هناك تهجير صامت اليوم لا يتحدث عنه الإعلام، يمكن لأنه كل الإعلام يتحدث عن قطاع غزة. هناك الآلاف ممن جرى نزوحهم وتهجيرهم في جنوب الخليل وفي غرب رام الله وفي غيرها من المدن، وهناك حالة انفلات غير طبيعية للمستوطنين. بالتالي نتنياهو يستخدم كل فرصة ممكنة لتحقيق الاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على أرض أكثر لليهود وسكان أكثر عرب عليها. نعم، طيب. أيضا هناك مطالب إن كان من المنظمات الدولية أو حتى القرار الذي صدر من مجلس الأمن بدخول كميات أكثر من المساعدات في ظل ما يتم الحديث عنه من ما يشبه المأساة لدى سكان قطاع غزة نتيجة هذا الحصار. هل تستجيب إسرائيل لهذه المطالب، خاصة أن حتى الولايات المتحدة تحدثت على أنه لابد من إدخال مساعدات بكميات أكبر؟
تاريخ إسرائيل إذا وصف يمكن وصفه بكلمتين، الكلمة الأولى هو العدوان المستمر، والقضية الثانية هي عدم الالتزام الكامل بالشرعية الدولية. إسرائيل من حيث المبدأ لم تلتزم بالقرار 181 المتعلق بتقسيم فلسطين، لم تلتزم بالقرار 194 الصادر عن مجلس الأمن والمتعلق بعودة اللاجئين، لم تلتزم بالقرارين 242 و338، لم تلتزم بالقرار 2334 خلال أفول فترة أوباما. فبالتالي إسرائيل تعلم تماماً بأن هذه القرارات الدولية في ظل الوضع الدولي الحالي والعور القانوني والسياسي الموجود في المجتمع الدولي الحالي هي لا تسوى الحبر الذي كتبت عليه، بالتالي إسرائيل لن تلتزم. وإذا لم يكن هناك إدارة حقيقية بالأخص من بايدن، لأن بايدن هو الذي يمتلك المفاتيح وهو القادر على أن يأمر إسرائيل بوقف هذا العدوان، حتى اللحظة ما نسمع من بايدن ومن بلينكين هو ضوء أخضر وشراكة كاملة ليس فقط انحياز مع هذا العدو الصهيوني في قتل أطفالنا ونسائنا وشيوخنا، كنائسنا ومساجدنا وجامعاتنا ومدارسنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. طيب سريعا دكتور رائد، يعني مع بداية العام الجديد ستبدأ الحملات الانتخابية بشكل رسمي وأوسع في الولايات المتحدة، ما تأثير ذلك على ما يحدث في غزة؟ يعني بداية إذا كان بايدن لديه ذرة من العقل، وأنا أعتقد أنه هو رئيس مخرفن يعني حقيقة، يعني اليوم الحقائق على الأرض، بعض الأبحاث تشير أن 70% من شباب الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر تفهماً لحقوق شعبنا الفلسطيني. هناك يعني مجموعة يسارية تكبر يومياً داخل الحزب الديمقراطي، يعني داخل البيت الداخلي لبايدن، تؤكد على ضرورة يعني منح الشعب الفلسطيني أهمية أكثر وتفهم حقوقه. وبالتالي أنا أعتقد أن بايدن هو بحاجة، هو استطاع أن ينتصر على ترامب حينما استطاع توحيد الحزب الديمقراطي والمجتمع الأمريكي بأكمله في قضية معينة هي ضد ترامب. اليوم بايدن لا يمتلك هذا الإجماع لا داخل حزبه ولا داخل المجتمع الأمريكي، وبالتالي أنا أعتقد يعني إنه ما بعد هذا العدوان لن يكون هناك لا بايدن في الحكم ولن يكون هناك نتنياهو بالحكم. لكن على ما يبدو إنه الإيمان العميق لبايدن بالأساطير التلمودية والصهيونية ونهاية التاريخ وأساطير معركة هارمجدون وغيرها من القضايا لا زالت تسيطر يعني على عقله وتسيطر على سلوكه، ولا زال غير قادر على أن يكون لا متوازنا ولا عقلانيا، لأنه لو كان عقلانيا لعلم بأنه ما يجر نتنياهو له هو الوصفة السحرية للخسارة في الانتخابات القادمة.